أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن دعوة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المواطنين لمباشرة حقهم السياسي لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية التي تجرى في موعدها المقرر دستوريا تسطر فصلا جديدا من فصول قصص نجاحاتنا الوطنية. وقال معاليه إن ما تحقق في العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى ومؤازرة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد من منجزات حضارية وتنموية على مختلف الأصعدة ليدعو كل بحريني إلى الفخر والاعتزاز، ذلك أن هذه المسيرة الشاملة التي آمن بها قائد هذا الوطن وأعلى من شأنها المواطنون الأوفياء بسواعدهم الخيرة بإجماعهم قبل 17 عاما على ميثاق العمل الوطني، وحتى هذا اليوم قد كتب لها أن تستمر وتتواصل بفضل الله لما فيه خير وصالح الجميع، حتى وإن شاءت الظروف أو حاول البعض اعتراض خطاها الواثقة الوثابة. جاء ذلك خلال ممارسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة واجبه الوطني وحقه الدستوري في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وذلك في اللجنة العامة للاقتراع والفرز بجامعة البحرين. وأوضح معاليه أن اختيار الأكفياء من المرشحين سواء للمجلس النيابي أو المجالس البلدية سيسهم في الدفع والمضي قدما نحو مزيد من الإصلاح والتقدم والرفاه لصالح الوطن والمواطن لجناحي التشريع والخدمات اللذين يكمل كل منهما الآخر، وتعتمد عليهما الحكومة أيضا في تحديد سياستها في برامج عملها. وأضاف معاليه قائلا: لقد انتهجت الحكومة نهجا حميدا كأحد ثمار الملتقى الحكومي الذي يحظى برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء، وجاء بمبادرة من سمو ولي العهد بأن هيأت نفسها واستعدت أيما استعداد لحصر تطلعاتها المستقبلية من خلال ورش العمل التي وجه سمو ولي العهد عام 2017 بعقدها لوضع الآليات وتحديد الأولويات، وانتهت بتحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات. وأشار معاليه إلى أن هذا النهج من شأنه أن يؤسس لبرنامج عمل حكومي واضح ومبني على أسس نابعة من واقع الممارسة العملية، وبالتالي تحقيق دفعة جديدة على مستوى التعاون المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الصالح العام. كما أثنى معاليه على ما هيأته اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب واللجان التنفيذية الأخرى من مرافق وترتيبات متقدمة في اللجان الفرعية وتلك العامة الموزعة على مختلف محافظات المملكة، والتي سهلت على المواطنين الوصول إليها والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مشيدا في الوقت نفسه بسلاسة الإجراءات والمستوى العالي من التنظيم. المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني، وأدعو الجميع في الواقع لرسم طريق المستقبل. ويسعدني اليوم أن أكون مع أبنائي في جامعة البحرين الذين هم عماد المستقبل إن شاء الله، وسرني مشاركتهم في الانتخابات ومشاركتهم في التصويت إيمانا منهم بالطريق الصحيح إن شاء الله الذي رسمه سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى. ولا شك أن ما قامت به حكومة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ومعاونة سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين هو الطريق الصحيح الذي رسم للجميع الثقة والأمان في المستقبل، والمستقبل هو لأبنائنا في هذه الجامعة، وهم إن شاء الله عمادنا للتقدم والرقي والمحافظة على كل المكتسبات التي رسمت لهم ووضعت لهم للطريق الصحيح إن شاء الله نحو مستقبل زاهر للجميع.